الاتحاد العام التونسي للشغل هو قوة خير، قوة نضال، قوة اقتراح، قوة تفاعل مع كل موقف إيجابي ليقدم وينقص التوترات من بلادنا. احنا الدليل أني لوجوا على الحلول، أزلنا برقية تضرب قبل شهرين، ورغم أن الحكومة عيطت منها في اللحظات الأخرى في الساعات الأخرى، ورغم معناها ما يخلقوا من إرباك نوعا ما، ولكن استجبنا لجلسات التفاوض، ولكن كانت هناك حوارات من عقيمة لم تفضي لنتائج، وتلك الأرقام اللي عطتها الحكومة هي أرقام للتضليل. كيف يحكوا على الأعام باش ياخذ 180 دينار في حقيقة الأمر، ومش ياخذ في 120 دينار، ولكن على قداش؟ على 14 شهر معناها باش ياخذهم. ما نعرفوا نحسبوا من غير ما نضللوا العباد، ولكن هذوما الخدامة والقطاع الوظيفة العمومية هم أبناء الشعب، ومن حقهم على الحكومة أني باش تحسن لهم حياتهم وتحسن لهم ظروفهم معناها المعيشية، خاصة في المؤشرات والأرقام والتداعيات الكبيرة على معناها حياة المواطن وعلى قدرته الشرائية، بحكم إلمامي بالخفايا نتاعها، وبحكم معناها اليوم المواقف التاريخية اللي خذاتها في كل المحطات النضالية في البلاد، أني مش تكون عندها قرارات نضالية تصعيدية. الشكل وكيفاش هذاك نترك لها الإدارية الوطنية، احنا منظمة مسؤولة، منظمة معناها فيها الممارسة الديمقراطية، مقرراتها مقررات مؤسسية. إن شاء الله نهار السبت تكونوا معنا ومرحبا بكم وتتسمعوا القرارات. ما نجمش نشاركوهم في الحوارات الوطنية، قعدنا معاهم في وثيقة كرتاج الأولى وخبرناهم، وقعدنا في وثيقة كرتاج الثانية وخبرناهم. احنا اليوم عندنا دور اجتماعي وعندنا دور معناها وطني حول الخيارات الكبرى، هذيك البوصلة نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، اللي عنده برنامج يحكم في البلاد تو عندهم 8 سنين، تفكروا برامجهم تويكا باش يعملوا برنامج.